يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا، لنحكي عن الحفل اكثر وكيف كانت الاجواء وكيف كانت التحضيرات. بيسعدنا يكون معنا بالاستديو المخرج نضال عديره مدرب الفرقه المسرحيه. يسعد صباحك واهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحكم، صباح الخير، نورت صباحنا، اهلا وسهلا. والسيد احمد حمودي قائد فرقه الكورال، يسعد صباحك، اهلا وسهلا بحضرتك. صباحكم نورت. اول شيء يسعد صباحكم، يعطيكم العافيه، مشكوره الجهود المبذوله. السؤال طبعا الاثنين اليوم، احكوا لنا عن العرض، شو رايكم بالاداء، كيف كان التقييم المبدئي؟ والله هو العرض يعني بالنسبه للعرض هو كان يعني منسجم متماسك. هدول الرفاق الشبيبيين يعني هن اصلا مدربين وطلعوا على المسرح ومتالقين، وخصوصا اذا حابين الشغله هن حابينها، وكانت هي عمل ورشه عمل يعني بيت كأنه أسرة واحدة عم نشتغل مع بعضنا. هذا الانسجام اللي صار بين الغناء والرقص والتمثيل، ونحن قلنا كثير بنشتغل مع بعض، يعني احنا صار لنا سنين متعودين على بعض، يعني روح واحدة. تماما تمام. الرسائل اللي حبيتوا توصلوها من خلال هذا العرض شو هي؟ هلا خلال اذا نكفي الكلام ولا استاذ نضال، يعني هلا من خلال كلمه الرساله الى الجنوب كان هو العمل المتماسك. يعني نحن الانسان بده يروح رسول لشيء او يكون ممثل لشيء، فبده يكون عنده هدف جوهري لينتج هذا الهدف الجوهري بعمل متكامل، اما كان بمسرح، اما بغناء، اما بموسيقى، اما بفنون شعبيه. فكانت الترجمه كانت مثل بقول نسيج، هو العمل كان عباره عن نسيج. حتى اذا انتبهنا بدخل انا، حتى بدخل انا فيك كقائد فرقه، بدخل حوار من عندي، يعني خلي يكون العمل متماسك من بين الكبير والصغير بهي الرساله، انه هذا العمل هو رساله للكل. نحن بجوز مو قادرين نحمل باروده او نحمل، ولكن بعصرنا هذا اذا بننتبه نحن هي الكلمه هي اهم جوهر، بعد منها بيجي اللحن المتكامل، الجسد اللي على الكلمه اللي هو بيخليها تكون توصل بشكل جميل وبفعل رساله حقيقيه للمجتمع، انه نحن رساله الى الجنوب اللي هي الخط الاول مع العدو بالصراع، ونحن رسالتنا بالغناء وصلناها بالتأييد للتحرير للمقاومة. نعم، يعني هيدي مثل ما ذكرنا كان موجود الشباب وحاضر بهيدا بهيدي العروض، فأهمية وجود الشباب ودائما يعني إيصال هيدي الرسائل لهم. هلا أهمية الرسالة، أول احنا يعني احنا الشاب السوري أو الشاب اللي بشكل عام اليافع بهالعمر هو الشاب اللي يؤمن في المرئي وليس يؤمن في النظريات. قد ما حكينا عن النظريات ما مستحيل ياخذ فيها او يتشبس فيها او يمسك فيها، بس لما يشوف الرساله هي مجسده بشكل فن هو متقبله، فبيامن بالرساله بتنزرع فيه هي البذره او البرعم الاساسي. نحن بنأمل له الظروف الجميله والظروف الجيده، فيكون عندنا نبته جيده، وهذا النبته هو الطفل او هو اليافع او هذا الشاب اللي هو الشبيبي اللي المنظمه تبنته بهالطريقه، بحيث انه هو يطلع هو بفعل انه انا ما عاد عندي هم بالمستقبل. مؤسس صح، يعني البطانه تبعيته جميله جدا، نقي، صافي، يؤمن في قضيته، في مبدئه، في الوطن بشكل عام. نعم. طيب خلينا نحكي استاذ نضال عن عدد المشاركين، مده التدريب قد ايه كانت؟ هلا مده التدريب هي الصراحه المده ما انه مده طويله كانت. هلا هو بتوجيه من الرفيقه امينه الفرع الشبيبه بلاد خيم، الا صباح الخير. طبعا هو اول شيء نحن دائما الشبيبه هي في كل الميادين سباقه بتكون، وكل عناصر الشبيبه يعني مدربين على انه يكونوا بكل مكان بوقت قصير ووقت يعني قياسي. عندهم الجاهزيه والقابليه والحب لهالقصص. في اي بصير اي شغله بتصير بالبلد او خارج البلد، اي مناسبه بتكون، فهن متعودين انه يعملوها لهالقصه. يعني يعملوا اي شغله بتكون ومستعدين حتى على وقتهم. فكان الوقت ما كتير طويل، ولكن هن كلهم كل شيء عم يشتغلوا كانوا حابين، وعم يشتغلوا على البروفات، والرفاق الاساتذه اللي كانوا عم يشتغلوا كمان كرسنا كل وقتنا لهي الاحتفاليه لحتى نحن نكون يعني مثل ما بتقولوا دعم نفسي. نحن ما رح ننسى الجنوب، ما رح ننسى فلسطين، ما رح ننسى هذا المحور المقاومه كله، نحن جزء منه. وكانت التدريبات يعني كثير بجو ايجابي جدا. مثلا الاستاذ احمد انه الاغنيه اللي بدها مثلا اسبوع لتصير بساعات بيخلصها،
الشباب الممثلين، الشباب الراقصين، مدرب الرقص، فكانوا كلياتهم عندي خليه واحده كانت، وطلعت يعني الحمد لله طلع عمل كثير هيك متماسك وجميل. اي الحمد لله، هيدا بينعكس بجوز على الجمهور فاتن. طبعاً الجمهور، خلينا نحكي عن الجمهور، الاصداء دائما نحن المسرح حلاوته انه الجمهور بارض الواقع فورا بيعطيك الانطباع الاولي عن العمل. طبعا هلا هو الجمهور جزء كامل متكامل من العمل. هلا نحن لما بنقول بدنا نطرح ماده على بمجتمع ما، فهالمادة هل تتناسب مع الجمهور؟ هل هو ينسجم معه من خلال نحن مجال فني، ما بدنا نحكي المجالات الاخرى مثلا العامة، مجال الفني، فهذا الجيل بحاجة ومتعطش لشيء يكون منسجم على المسرح. يعني أنا لما بدي أحضر أي شيء في عمل فني وما أعرف حالي متخبط، فما راح يطلع عندي جملة صحيحة ذهنية ترتكز بالعقل، فأنا قادر أحكي لك شو صار بالحفلة مشاهد. أما لما بيروح على مثلا على البيت وما بيقدر أحكي لك، مع ما في انسجام بالمسرح، ما كان ما في انسجام. عملية ربط الفكرة، عملية ربط طرح الأغنية، أنا اليوم ما بطرح شيء غير مألوف وسيء، ممكن يطلع له كم واحد مني، ولكن بيطلع لي الأكثرية اللي هي بالأخص أنا أقدم رسالة، فإذا رسالتي للشباب فمعناتها ما غير محققة، إذا رسالتي للجنوب وغير محققة، فالناتج اللي جاي على العنوان الرسالة إلى الجنوب فهو ما شاف من هذا الحكي، فهذا ينعكس سلبا في النقد، إن كان النقد العام اللي هو المشاهد أو النقد اللي هو أكاديمي، خلقون والله ما كان محقق الانسجام، ما إلى آخره. هذا في حال كان ما، ولكن نحن ضمن العرض اليوم. نحن اليوم نحن نعتبر حالنا، لأنه الفريق اللي معنا فريق يعني أنا ما أنه خريج معهد عالي ولا خريج يافعين، فهدول يافعين. يعني الطفلة اللي قدمت أول شيء، ولا الصبي اللي بعدين، ولا الشباب، ولا فهن عملوا كتلة عمل، حتى إذا لاحظت عازف عود هو غنى، عازف أكورديون حط الأكورديون قام كما غنى. يعني إحنا اعتبرنا هاي الكتلة اللي عنا ننسج فيها شيء عمل متكامل يعطي ناتج إيجابي ويعطي هدف الأساسي المرجو له إنه نحن نحققه على هذا المسرح، ورسالتنا كمنظمة اتحاد شباب الثورة في اللاذقية. تمام، هون عم نحكي عن مدة تدريب قصيرة، خلينا نحكي عن عدد المشاركين، هل كانوا محترفين؟ هل كانوا من هواة الموسيقى؟ هل كانوا من هواة التمثيل؟ ولا هن يعني كانوا مع بداية هيدا الفعالية كانوا مبلشين تدريبات؟ هل هن كلياتهم يعني شبيبيين، ولكن بالشبيبي نفسها في عندنا المحترف وما زال يعمل في الشبيبة، وعندنا الهاوي، وعندنا يعني كل كان في خليط. يعني هذا الخليط كان موجود من كل بس الأغلبية هني هواة. الأغلبية يعني عندهم خلينا نقول خلفية كان موسيقية أو مسرحية. طبعاً. أكيد أكيد. وبعدين نحن جبنا أكيد طبعاً. إحنا في عنا ورشات عمل. هلا مثلا إحنا عنا ورشات عمل، مثلا دائما عنا أعداد ممثل، عنا دائما ورشات للموسيقى والغناء، عنا ورشات للرقص. هاي الورشات بتكون عم تشتغل أصلا بفرع الشبيبة إذا في مناسبة أو ما في. بمعنى يعني انه الناتج الشاب اللي كان على المسرح، ان كان بمرحله سكنيه نحن بنسميه، او المرحله الثانويه او المرحله الاعداديه، هو كله نتاج المنظمه الشبيبة. وليس نتاج انه انا اخذه من برا جاهز وجاهز وحاطه، لا 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 كان رفيقة ميت فرع مشكورة كتير، يعني هي على الحس تبعها خلال اجتماع كنا باجتماع، فهي عطت دافع يعني انه نحن استغربنا كمدربين انه معنا 14 يوم. قال انا لي ثقه فيكم، فالثقه هي فكنا ان شاء الله الحمد لله قدها. كان ثلاث شباب من المسرح وانا غناء وموسيقى، وفي كان في مشاري، فكان فعلا نحن ضغطنا التدريب، شباب لبوا وهن هواة، ولكن بدرجه يعني هلا يعني اقل واحد فيهم ما سهلين يعني، حتى لو هواة وطلاب بس هن جيدين جدا يعني. بصير العمل ممتع هيك، ممتع جدا جدا طبعا. وهي اتحاد شبيبة الثورة ربما هي منبر من المنابر لاكتشاف المواهب عند بالضبط. أبنائنا من خلال جولاتها على المدارس من ضمن أكيد مسابقات مواهب. كيف عم تشوف اليوم يعني حضرتك كتمثيل أستاذي الكريم وحضرتك كموسيقى، اليوم كيف عم نشوف المواهب الشابة فعلا؟ هل نحن عنا جيل واعد اليوم بهيدا المجال؟ أكيد طبعا نحن عنا بدون شك جيل واعي وواعد وموهوب، والشبيبة هون كتير دورة مهم جدا، لأنه هي المرحلة هي حرجة في عمر الشباب. صح. عم نتعامل معها بشكل نفسي أيضا، يعني احنا عم نوفر له لهذا الشاب أو الصبية، عم نوفر له المنبر لحتى يعبر، عنده الشغف
او حتى تطلع موهبته. فعمليا هو مدرب انه يطلع على المسرح ويواجه الجمهور سواء بالغناء او بالرقص او بالتمثيل او بشغلات ثانيه، ودائما هو على تماس مع الجمهور بهالاشياء. فهون نحن عم نبني له شخصيته اصلا ايضا، هو بيكسر حاجز الخوف مجرد ما يطلع تماماً على المسرح وشاف الناس تماما. وقت اللي بده يروح يحترف او بده يشتغل بهاي المهنه او يكفي فيها، فهو عمليا جاهز 80%. يبقى فقط انه الصقل الاكاديمي، رغم انه نحن بنعطيهم كل المعلومات اللازمه عن العمل اللي عم يقوموا فيه. وعلى مستوى الاصوات استاذ الكريم والعزف يعني اليوم اليوم نحن هاليوم قلت لك عم يبهرونا دائما، يقع على عاتق المنظمه هذا الجيل المرحله هي الاخطر في الخط اللي ما بعد العمر هذا. اما ممكن يقول واحد اخذ لون ما من الغناء الحديث او كذا، ولكن هو عنده مثل ارضيه صحيحه انه تربى على شيء، اصول غناء، اصول مثلا كان موشح ولا الدور ولا قصيده ولا اي، لكل مغنى له معنى يعني بمعنى. فالقصد هذا الجيل صار عنده ثقه بنفسه انه هو ما عنده مشكله، يعني بيطلع بيوقف على المنبر. البعض بيكون لاول مره ممكن يكون عنده الكاريزما اللي يخوف، ولكن عم يتجاوزها بسرعه جدا. فقلت لك نحن على عاتقنا هذا الحكي، جيل مسؤوليتنا مسؤول كم متحشي بالثورة يعني. ذكرت كلمة كتير مهمة انه تربى على هيدا الشيء، يعني قدامهم دائما نحن هيدا المواهب نكتشفها من اعمار صغيرة ونشتغل عليها من اعمار صغيرة لحتى تصير عادة يمكن بحياتها، ما يكون في شيء غريب وقت توصل لمراحل الاحتراف او وقت توصل تكبر وتصير يعني موهبة كاملة. فانه قدامهم من الصغر من الصفوف الاولى يكون موجود هيدا الاهتمام. طبعا هلا هو الفكره انه الدوره السنويه لشغل اتحاد شباب الثوره هو نحن بنكون بالمدارس. فاي طالب نحن اصلا نكرر ونصر دائما مين عنده موهبه الكذا، مين عنده موهبه التمثيل، مين عنده موهبه الرقص، مين عنده الغناء، مين عنده موهبه العزف، وكله يقدم مجانا. نحن نعمل دورات مجانيه ومنلاحق يعني مندور على الموهبه نحن مثل ما بيقولوا بالسراج والفتيله، منشان نعطيه هاي الدفعه مشان مثل ما حكيت حضرتك يوصل للمكان اللي هو هلا بده يحترف فيه وكانه محترف. هلا عم يطلعوا يغنوا اغاني مثلا صعبه، يعني ما سهله الاغاني على طفل او طفله ابدا، ما سهله طبقات الصوت الى اخره، يعني 14 سنه في منه 13 تماما. او عم يطلع يقول مونولوج مثلا، شاب عمره 17 سنه عم يطلع يقول او 16 او 15 او 13 عم يقول مونولوج. مونولوج صعب على الممثل يقدمه، او عم يعمل سولو رقص مثلا. هاد بده احتراف، المحترفين بيعملوه. فهو عمليا ما انا غريب عليها الشغله ومدرب عليها، وامام الجمهور وامام مدربين وامام ناس اكاديميين واسماء معروفه بالبلد. فهو عم يقدم مثلا في لجان، احنا بنعمل مسابقات على مستوى هي بدنا نحكي عن قديم ضروري يضل في فعاليات انشطه يضل دائما هيدا هؤلاء الاطفال او يعني الشبيبه انه دائما هن بتماس مباشر دائما مع كل حديث مع المهرجانات مع الانشطه اللي هن دائما بيكونوا على تواصل. اللي شارك قبل بتزيد خبرته، واللي ما شارك بتشجع من رفيقه اللي شارك. هلا بالنسبه لحضرتك اللي تفضلتي فيه، هلا نحن من خلال منظمة اذا شوف تنتبه في اندماج، يعني نحن عندنا في شيء طلاب هلا صاروا عندي شيء 2 سنوات حيصيروا مدربين. عنده مدربين فعل، يعني هلا مثلا قسم منه هلا في علي يعني صار مدرب احد الروابط، دانيال مثلا عازف اكورديون بجبل. يعني توزعوا هدول الشباب، انا سبق بلقاءات سابقه يمكن حكيت انه اذا بتمري على الفنانين بتحطي نسبه عاليه جدا من اللي مروا بهالمرحله، هي مرحله الثقه بالنفس. صحيح المرحله نحن مسببه بالعلم النفس انه والله مرحله مراهقه، لا هذا من تغيير فيزيولوجي بيصير ارهاق بالحياه بالاختيار بالخط اللي بدي يشتغل فيه. فهذه المرحله هي الاصعب. ففعل يعني انا بعدل لك، شو بدي اعدل يعني بعدل لك كل سنه كذا بقول لك كان فلان وفلان مطرب، فلان فلان ممثل، فلان يعني هالمرحله هلا هي كثير مهمه هذا حتى يثبت عنده القاعده اللي قلنا لك عليه، يثبت لبعدين انه يكون على خط صحيح من العقلانيه من الاختيارات ان كان عم يسولف فن ولا غيره. وبتحفز عم اقول لك اللي عنده المواهب انه انا شفت فلان وين صار، شفت فلان كيف شارك، رحت حضرت العرض يعني اليوم خلص رح كله بتشجع يعني كلهم طلاب بيتناقلوا احنا من خلال يعني بقول شكرا لكم كدعم اعلامي
قناه اوغيريت او قناه تلفزيون سوري. فهذا الحكي انه نحن من خلال طلابنا كانوا يجوا يعملوا لقاءات، يعني يقولوا انه والله نحن شجعنا طلعنا قدمنا، يعني عم يقدم على التلفزيون مباشر والله ما صعب، يعني ما سهل، يعني اول ناس صرنا عمر على المسرح، بس لا يزال المسرح راكب في الورقه. فهذا الطفل اعطيناه ثقتين، ثقه بنفسه فنيه وثقه شخصيه خاصه فيه، يعني صحيح هذه كثير مهمه. هذا الحكي يلي المجتمع بشوفي انا بتربطي عامل الفني بكل مجالات فنون، بتحسيه عنده كاريزما، ثقه شخصيه اقوى، جرأة الكلمة، بالتحدث ممكن، بخبراته المجتمعية، بعلاقاته مع الآخرين، مرن. هلا بيقولوا لك عالم الفن والله هو مزاج، لا لا ما مزاج، هو عالم جميل جدا وعالم روحي حلو كثير يعني. تماما. هون مثل ما ذكرنا عم بيكون في إعداد لهدول الأطفال ولهدول اليافعين لحتى يوصلوا للمواهب الصحيحة بالشكل الصحيح، أيضا إيصال الهموم والقضايا اللي ممكن هي بتهم يعني الشارع السوري والناس، الحديث اللي ممكن يكون موجود بالمجتمع عم يوصلوا بالصورة الأمثل من خلال الفن. هي رسائل ضمن يعني ترفيه، ضمن مسرح، ضمن موسيقى، قد ايه مهمة هيدا الحالة. اكيد هو انت حكيت تماما بالضبط شو هي مهمه، يعني اي حدا بيتعامل مع الشباب وخصوصا اتحاد شبابي الثوره. نحن حتى هون عم نحارب اعلاميا تمام، يعني هو عم يشوف شيء نحن عم نعطيه الحقيقه، تقريبا خلينا نقول الحقيقه انه بالقصه وحتى على مستوى لو كانت تغذيه فكريه، خلينا لو كانت غنيه مثلا، لو كانت غنيه، لو كانت شغله، انا بضرب لهم مثل بالهي، لو كانت غنيه مثلا، نحن كان عم عندنا بالهي في غنيه مثلا بنرفض نحن نموت عمي، فكنت عم اشرح لهم انا انه هدول نحن كلنا قطعه وحده، مثل ما كلمات الاغنيه هدول إلنا، الارض، البيوت، الشعب، عم هدول إلنا، ما نم لحدا، عم نعطيهم غير الموهبه اللي هن فيها هسه في هي الفكريا انا عم اشتغل معهم على هالاساس، وهذا الضخ الاعلامي بتعرف القوي الكبير اللي عم يهاجمنا. فنحن هون عم نشتغل على مستويين، مستوى الوعي ومستوى الفن. لهيك نحن دائما بنشكر جهودكم المبذوله، جهود كل شخص يعني اليوم عم بيكون هو يد مساعد اليوم لنشر الوعي، لتهيئه هؤلاء الاجيال، منه حضراتكم اتحاد شبيبه الثوره اللي كنتم حضراتكم اعضاء فاعلين بهيدا الموضوع. بدنا نشكر كثير وجودكم معنا، المخرج نضال عديره، مدرب الفرقه المسرحيه، الله يعطيكم العافيه، نورتوا صباحنا، وايضا شكرا. السيد احمد حمودي قائد فرقه الكورال شرفتنا، شكرا، واهلا وسهلا فيكم. شكرا، شكرا لحضراتكم، نورتوا صباحنا، يعطيكم الف عافيه.